مرحبا حبايبي الحلوين، وياكم ست غفران من مركز تنمية الإبداع، وراح تساعدني بدور الأرنوبة ست مها. يا أهلا وسهلا أرنوبة. أهلا وسهلا نس. اليوم عندنا شنو درس حلو؟ اليوم عندنا قصيدة، مستعدة نقراها أنا وياك اليوم سوية؟ مستعدة. يلا خلينا نشوف شنو عنوان هاي القصيدة. ألف باء، اليوم عندنا كلش حلوة هي القصيدة، مستعدة تقريها؟ حروفنا الجميلة. أحسنتي، حروفنا الجميلة. يلا نقراها أنا وياك. أقرأيها أنت وبعدين أنا. يلا أريدش تغنيها أنا هاي القصيدة حتى تكون كلش حلوة. يلا خليكم. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا هيفاء. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي. كل حروفي تأتي بعد، أتعلمها وأنا أجد. الله، حلوة هاي القصيدة، هواي حبيبي. حلوة، نعيدها. يلا ردي وريايا ويايا على مود شنو نضبطها أنا وياك. يلا. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا هيفاء. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي. كل حروفي تأتي بعد، أتعلمها وأنا أجد. يلا تغنيها وحدك؟ يلا غنيها. صفقي لي شوي. يلا. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا هيفا. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي. كل حروفي تأتي بعد، أتعلمها وأنا أجد. حلو، شكرا أرنوبة. شكرا نس. يلا أرنوبة ننطيهم الواجب. شنو الواجب القصيد؟ يا حبايبي الحلو، بس أنا عندي سؤال. أي شنو السؤال أرنوبة؟ قصيدة تحكي عن الحروف واللغة العربية. عن الحروف اللغة العربية. أرنوبة كم حرف عندنا باللغة العربية؟ 28. أحسنتي، هذه القصيدة تحكينا عن حروف العربية متكونة من 28 حرفا. اقرأ لنا مرة أخيرة. يلا راح أقرأ لك يا مرة أخيرة. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا هيفاء. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي. كل حروفي تأتي بعد، أتعلمها وأنا أجد. حلوة؟ يلا انتبهوا لي ويا أرنوبة راح تعطيكم واجب. يلا أرنوبة. أنا أقرأها بعد مرة. تقريها مرة ثانية؟ يلا قريها مرة ثالثة. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا هيفا. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي. كل حروفي تأتي بعد، أتعلمها وأنا أجد. شكرا أرنوبة. شكرا نس. يلا ننطيهم الواجب. يا حبايبي يا حلوين يا شطار، طبعا احنا أنا والمس نشكركم هواية لأن انتو سويتوا لنا الواجب مال الدرس السابق. هسه عندنا احنا لازم واجب جديد، تكتبون القصيدة وتحفظوا. أحسنتي، تكتبوا لي القصيدة مرة واحدة فقط بالدفتر. شكرا لكم، ولهنا احنا كملنا درس ونلقاكم ان شاء الله بدروس اخرى. باي باي. باي باي.